سنه واحد الى سبعه من زمان. يبقى في الاخر خالص انا بس انا كاني عملت ابديت للاريه سي، عملت لها ابديت بحيث ايه؟ كده عملت ابديت ليها. على الواحد
كتبت الأول كتبت ليه كتبت ليه عايز أمسح بس الأرين كلها سبار دلوقتي يعني إيش الأرين كلها سبار صح؟ هعمل إسكان على مين؟ على الأرين الأصلية هاجي على أول خانة أول خانة في إيه اسمها إيه؟ دلوقتي ظهر إيه؟ أروح رايح على الخانة الرقمية أزود على الرقم اللي جواه واحد هو كان صفر بقى واحد واجي بعد كده اجي على اللي بعده ست اروح واخد السته دي اندكس للاري سي يعني ناخد السته دي اندكس للاري سي اروح رايح على الخانه رقم 6 ازود على الرقم اللي فيها واحد وبعد كده اكمل تاني اجي على الاربعه اخد الاربعه دي اندكس للاري سي ازود عليها واحد اجي بعد كده على الخانه على الايه؟ على الواحد اخد الواحد اندكس للاري سي ازود عليها واحد اجي على الثلاثه ظهرت له تلاتة راح الخانة رقم تلاتة وزود عليها واحد بقت اتنين فاهم قصدي؟ ويجي بعد كده يكمل على أربعة يروح على أربعة الخانة رقم أربعة يزود عليها واحد بقت اتنين ويجي بعد كده على الواحد يروح على الواحد الخانة رقم واحد يزود عليها واحد بقت اتنين وآخر حاجة على الأربعة يروح على الخانة رقم أربعة ويزود عليها كام؟ بقت تلاتة مش ده حصل؟ ده بس مجرد الخطوة التالتة اللي هو بيعد فيها يبقى هيعمل إيه؟ يبقى هو بيسكن على الأري دي صح خلاص يبقى هيعمل على الري ايه؟ هو كل ما ان هو بيعمل ايه؟ خلي بالك انا كنت باخد اول الرقم اللي في الاي احطه اندكس للسي يعني باخد الثلاثه اندكس للسي صح؟ والكلام ده هعمله من اول ايلمنت لغايه اخر ايلمنت صح خلاص يبقى هعمله برضه هيكون له ثمانيه من اي او صفر اي اقل من ثمانيه انا امتى كنت بزود السي بص كده انتوا عارفين بلس بلس دي معناها ايه امتى كنت بزود قيمتها مش انا كنت باخد اللي في الاي اندكس للسي يعني باخد الثلاثه اندكس للسي فهكتب له ايه فهقول له اي اوف كام اوف اول باخد اللي في الايه ده اندكس اللي في السي يعني باخد الثلاثه دي اندكس للسي طب احنا انا بس هقول حاجه انا القيمه اللي جوه ما بين قوسين دول انا هنقص منها واحد ايه السبب؟ حد يقول لي ايه السبب؟ عشان الاري عندي هتبدا من صفر يعني الاري في سي بلس بلس ما بتبداش من محايد فعشان اقول ان الاندكس بيبدا اصفار وصفر واحد دي بتاعت رجعتها بس للتسليم خلاص يبقى هو بياخد الاي الري اي ياخدها اندكس السي ويزود الكاونتر ده كده عملنا مين؟ كده احنا كل اللي عملناه عملنا ايه؟ كل اللي عملناه ان احنا عدينا عدد الاماكن بس مش اكتر من كده ناقص ايه؟ لا لسه اعمل اوضتي دي ابتدي ان انا اتبع كل رقم على الاول صح؟ مش انا بعد كده بقول لك ايه؟ ده خلاص ده صفر اهو وده اتنين وده بقى ثلاثه وده صفر وده واحد. مش كنا بنعمل ابديت ازاي؟ ان الناس ده زي ما هو تجمع كل رقم على الاول. يطلع على الريت صح؟ هنعمل له اوديت ازاي؟ ان انا اعدي على كل خانه من السي باخد كل رقم اجمعه نفسه مع اللبن. وبدل واحد ليه؟
بالنسبه للخطوه اللي هي الاي زيرو احط الاندكس بتاع الاي في السي، هو كده بيكون يعني بيزود العدد كل اندكس في السي لوحدها. ده اللي قبلها. لا هو بيزود على القيمه اللي جوه السي. يعني هو بياخد ضد الايه؟ اندكس السي. بياخد ضد الايه؟ اندكس السي. ويروح يزود على القيمه اللي جوه السي. اللي جوه الثانيه. انت فاكر دي معناها بلس بلس معناها ايه؟ زود على ثاني واحد، يعني كانك هتكتبها كده، كانك الكلام ده حساب هي 100 بس زود عليها واحد. ما انا بقول لك احنا الرينج نبدا من 0.
شيل بقى ماينس شيل ماينس ماينس شيل ايه شيل ماينس واحد لا انت كده برضه انا محتاج اكسر كمان لا نبدا بصفر لا نبدا بصفر لا خلي بالك الرقم اللي في الخانه دي المفروض ده كان اصلا صفر الرقم اللي في الثانيه مش عارف ناقص الرقم دول انا هاخد الرقم ده انا اصلا هو انت عايز ايه عايز تعمل ايه؟ هو عايز شيء ماينس واحد دي خالص وكده البي بقت بس دي واحد انا شفت الواحد دي بعدين انا شفت الواحد
هناك. Any numbers in game, we'll have the x of 0, the x of 1.
طيب ايه الحكمه اللي انت بتكتب منها؟ لو لقيت الداتا يعني ايه؟ هل محتاج يكمل اسئله؟ يعني لو لقيت الداتا هنا اهو وانس ان انا لقيت خلاص كامل وخرجت وهو لقى ان هي عبر من هنا خرج ونص. طب لو ما لقاش الداتا يبقى الاف دي هتتحقق والمره دي هتتحقق هيخرج بره برضه نص هيخرج بره. خلاص لو ما كانش كتب الشرط Thank you.
سي اوت دي فانكشن الديفينيشن بتاعها موجود فين؟ في فولدرز الديفينيشن ايه الديفينيشن؟ يعني ايه عشان تعمل سورتنج بتاخد النمبر ستيبس؟ السي بلس بلس موبايل بيكون تاج الاوبريتنج سيستم اللي هو اصلا بيكونكت مين؟ في الهاردوير اللي بيقول لي كارت الشاشه بتاعي كارت فلان. صح؟ الكلام ده يعتبر هو بيعمله ازاي؟ بس هو في انستراكشنز بتعمل الكلام ده كله. يعني سي او دي مش كلمه سحريه بتعمل الكلام ده كله، لا ده ليها جواها فيها شويه بنفس الكلام. انا عايز اعمل فانكشن اسميها مثلا ايه؟ اسميها لينير سيرش. طب الفانكشن دي شغلتها ايه؟ هترسيف ايه؟ هتستخدم الانبوتس بتاعتها في الاري. هيبقى الانبوت بتاعها في الاري بتاعتها اللي هي الاري اكس. هتستخدم الاري تستخدم السايز بتاع الاري عشان تقول بص الاري بتاعها الاري دي كام فيها كام رقم؟ 5 و 6 و 10 وايه كمان؟ وهتستخدم الكي اللي انا عايز اعمل سيرش عليها. اوكي؟ وهتفرج مين؟ اي فانكشن في السي بلس بلس ماكس ون نمبر اوف اوت هو 1 ما يفضلش تراجع اكتر من فاليو. يعني هترتب لي مين؟ عندك هترتب لي اللوكيشن. ماشي؟ هترتب لي اللوكيشن. اللوكيشن ده بتبقى كام؟ ها؟ سنة كام؟ اللوكيشن يعني صفر صفر اربعه. طب ممكن ملهاش التاني هترجع مين؟ الفانكشن دي هترجع الفاليو هترجع هتتقل الاندكس بتاع مين؟ اوف الجاي اف فاوند لو ايه موجود اذروايز هترتب مين؟ اختار اي حاجه Yeah.
اوكي. واليوزر هنا اتبنى لك ايه؟ وانت عايز تعمل ريسيرش. بتقول ايه؟ هتبتدي على فانكشن ايه؟ هتبتدي على فانكشن ايه؟ اسمك؟ هتقول ايه؟ لينير؟ لينير؟ سيرش. يعني يوم ما لقيت كل اللي لقيته في المكان ده، خلاص كده؟
الكوكسول ده فانكشن، الكوكسول ده فانكشن، البادي والسليكشن والانسيرشن والجابتي والسول واللينيا سيرش تحطهم في كلاس واحد. في كلاس واحد. الهدف من انت كانك عم